قطاع النقل بالعالم القروي والجبلي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، لا احد يجادل في الدور اللي كيلعبوا النقل السري او ما يسمى بالخطافه، ولو ان هذا النعت خطافه هو نعت قدحي اللي ما يستاهلوش، لانه بكل صراحه هو معتق ماشي خطافه. وكنعاود ناكد لك السيد الوزير فيما يخص العالم القروي، نسالكم على الاستراتيجيه والتدابير المتخذه من طرف وزارتكم في هذا الشان، وشكرا. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب. بغيت نقول ان موضوع النقل بالعالم القروي تيشكل جزء هام من السياسه الحكوميه لتطوير النقل العمومي للاشخاص ببلادنا، وفي هذا الاطار تتعتز من الوزاره اعداد ميثاق وطني لتنميه حركيه تكون مستدامه وشموليه. وهذا الميثاق تهدف الى وضع المبادئ والاهداف الاساسيه التي يجب ان تنبني عليها المنظومه المستقبليه للحركيه والنقل ببلادنا، وهي التخطيط طويل المدى لتوجيه اولويات تطوير البنيه التحتيه للنقل، تنسيق والتقائيه سياسه النقل على مستوى وطني وجهوي ومحلي، تحسين ظروف ولوج المواطنين الى وسائل النقل العمومي عبر توفير خدمات ذات جوده مناسبه ووثيره كافيه مع تطوير وسائل النقل متكامله ومتعدده الوسائط، وايضا تعزيز وسائل النقل المستدام، وهذا يخص ايضا النقل بالعالم القروي. في هذا الاطار الوزاره بصدد اطلاق دراسه لهذه الغايه. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. تفضل. السيد الوزير، انا كنقول لك بانه النقل السري في العالم القروي كنتمنى في رد الجواب ديالكم تعطونا واحد الاحصائيات تاع الناس او واحد المعدل ديال السن ديالهم. السيد الوزير، هاد الناس هما اللي كياتوا جميع فضاءات بالعالم القروي، جميع كيتواجدوا جميع المراكز، هما فئه ديال الشباب، هما فئه اللي كيديروا تشغيل ذاتي اللي كينهيهم على 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 الهجره للضواحي. لهذا وكذلك هما في اتصال مباشر مع جميع المواطنين ديال العالم القروي، قدموا واحد الحفل واحد الخدمات، هما مع المواطنين ديال العالم القروي في السراء وفي الضراء، في الفرح وفي القرح، هما اللي كيجمعوا الناس في المناسبات، لا 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 في مناسبات الفرح ولا في مناسبات القرح، هما اللي كيفرقوا الناس، هادو الناس اللي كيديروا واحد التواصل بواحد المناطق، شفتوا لهم الطاكسيات، وهاد الناس غادي تزاد المهمه ديالهم في المشروع الملكي ديال الدعم المباشر، لان غيكون واحد التواصل كثير بين القرى وبين المراكز. لهذا السيد الوزير كندعوكم باش ان شاء الله في هذه الولايه هذه يكون شي حل لهاد الناس اللي كيمثلوا واحد الطابو كبير في جميع اسواق اسبوعيه ديال المملكه، وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ شوفوا المعارضه ما فيهاش. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، ما كاينش شك ان الوزاره ديالكم لعبت واحد الدور كبير في تعزيز النقل في العالم القروي عبر تشجيع النقل المزدوج، ولكن السيد الوزير ضفت التحملات اللي ما عرفاتش تحين منذ سنه 2012 كيخليها صعيب تطبق في بعض المجالات اللي ما كتاخذش بعين الاعتبار بطبيعه الحال التطور الحضري وتغيير المسارات لهذا النوع من ديال هذا النوع من النقل، على غرار الجماعه ديال السهول المتواجده في الاقليم ديال سلا، فيها واحد المأدونيه وحده خدامه من اصل اربعه ديال المأدونيات. إذن التحيين ديال دفاتر التحملات السيد الوزير ديال هذا النوع من النقل اصبح من الواجب تطبيقه باش نكونوا اكثر نجاعه واكثر فعاليه. شكرا. شكرا السيد نائب. تفضل سيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، السيد الرئيس، السيد الوزير، هذه الفئه اللي كتسمى هي بالنقل في حق النقل السري اللي في العالم القروي، هو في الحق بعض الاخوان كيقولوا الخطافه هذا هو اللي مطلوق عليه، ولكن هما راهم شرفاء، راهم هما اللي كيعتقوا الناس. والسيد الوزير، انتم خصكم في هذا العهد ديالكم تصوبوا لهذ الخطافه اللي كيتسموا بالخطافه هما شرفاء، تصوبوا لهم الوضعيه ديالهم. السيد الوزير، انت هادشي السيد الوزير خاصو يتحسب لك. السيد الوزير، هادشي اللي كاين دابا اللي كيدير راه فاكين واحد العزله كبيره على المواطن وبالاخص العالم القروي وفي الاسواق الاسبوعيه، ولهذا السيد الرئيس لابد دير واحد المجهود كبير حتى يوصلوا هاد الناس يوليو قانونيين بعدا، راه اللي كيمشي كيدير كسيده كلشي مشى،
وهاد الناس اللي غيكونوا اللي غادي يترخصوا لهم ولا يسولوا المضعيه ديالهم راه غينفعوا الناس حتى في الفلاحه، غيوليو يشرجوا الناس يهزوا الناس الفلاحه حتى تولي عندهم الصبغه قانونيه. والسيد الوزير انا كنقول لك من هذا المنبر، لا بد السيد الوزير هذا الشيء ديروا ويكون على يدك حتى في هذه الولايه ديالك. وشكرا سيد الوزير، شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد النائب. تعقيب اضافي اخر، تفضل السيد الوزير ليرد. بغيت نشكر الساده النواب لانه جوج ديال النقاط جاوا في الكلام ديالهم، هو انه ديفطات التحملات خصو يتعاد فيه النظر وهذا ما نعمل عليه مع التمثيليات المهنيه، وايضا لازم نوجدوا يعني كيفاش نقدروا ندمجوا هذه النقاله اللي ما تيزاولوش النقل بطريقه منظمه في المنظومه النقليه المستقبليه في القرى والجبال. وشكرا. شكرا السيد الوزير.